موسم الشتاء يعتبر خير أم مشكلة للمواطن الأردني؟ بالنسبة لي موسم الشتاء مشكلة، بس هو خير للمزارعين والناس، بس أنا ما بحب الشتاء. ليش؟ جداً ما بعرف. كئيب. كآب وظل بالبيت. وهيك يعني إحنا تعرف اللي بس يحبوا الشتاء المجتمع الريفي المزارع اللي بستنوا عشان الزيتون ولا. اما المجتمع المدني ما بيحبوا الشتاء، يعني تاخرك تشرب كاسة المي وتروح تيجي وكذا. ممكن يكون الشتاء مكلف على المواطن. صح، مكلف على المواطن، والصيف مكلف على المواطن كمان. نفس الشيء، بدك تشغل كونديشن بالصيف، بدك تشغل الصبه بالشتاء. انا بالنسبه لي لا، فصل خير يعني الصراحه. واذا من ناحيه مكلفه قصدك انه التدفئه والقصص هاي، يعني غاز وكاز ممكن. لا زي ما حكينا انه راتب طاقيه اللي بتدفع على التكييف بالصيف بتدفع على التدفئه بالشتاء يعني. خير وانت شو رايك بالموضوع؟ والله الشتاء فصل خير في كل البلدان الا بالاردن. يا ساتر، ليش كيف؟ يعني عندنا بنيه تحتيه ما شاء الله بتخوف، الانفاق ما بتغرقش بالمره. فيش ازمات الصبح بالشتاء يعني، لانه بتعرف المي كلياتها بتتصرف، السيارات بتمشي براحتها. بس من ناحيه كجو شتاء وهيك فيش بعد جو الشتاء يعني. واكيد موسم خير يعني. بس مشكلة ممكن خلينا نقول المشاكل بتصير في الشوارع كذا، السير، ازمات السير، الحوادث بتكثر يعني ممكن. شو رايك بالموضوع سيدي؟ لا اكيد خير طبعا، يعني هذا شيء من عند الله سبحانه وتعالى، يعني اكيد خير يعني. بيسقي الشجر وبيجي فيه كل الخير. ما في يعني شيء نحكي انه مش خير، يعني ممكن يصير فيه ازمات ايش هيك، بس لا امور عاديه يعني. والله بيني وبينك الازمه صايره الصبح وبالليل وبالظهر. والله العظيم. وانت شو رايك سيدنا؟ اكيد موسم خير، بس المشاكل الاقتصاديه كمصاريف بنزين، ما بنزين، غاز، مكلفه على المواطن. تكون مكلفه يعني بشكل جدا. بتكون بدها مخصصات غير يعني، وقفات مرات بتقضيها مراوح مكيفات، ممكن برضو اخف من المحروقات، كثير اخف. يمكن حتى فاتوره فرق المحروقات صارت على الفاتوره هذه يعني راس بطاقيه. صحيح. غير المشتقات النفطيه. غلاء الأسعار والبنية التحتية هي من أكثر المشاكل اللي تطرقوا إلها الشباب اللي سألناهم بما يخص الشتاء. فالله يكون بعون المواطن، والله يكون بعوننا جميعا. لبيت العيلة رامي العيسى.